تنشاركوا في هذه الحملة التحسيسية اللي نظمتها ولاية أمن أكادير تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني. حنا راه اشتغلنا في اليوم الأول، مشينا لإنزكان ثم انتقلنا لأيت ملول، اليوم الخميس وبمناسبة هذا السوق الأسبوعي ونظرا لهذه الحركة اللي كتكون على مستوى النقطة، راه سلكنا واحد المجموعة ديال النقاط اللي توجهنا لهم وقمنا بحملة تحسيسية ورفقة الأطر والرتباء ديال منطقة إنزكان. كنتمناو هاد المبادرة التحسيسية تعطي واحد النتيجة على المستوى الوطني وتحد من حوادث السير. إذا بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني راه على طول السنة كتشتغل على هاد النقطة، إنما تخليدا لهاد الذكرى ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية كنعاودوا نشعلوا الضوء من جديد، كنعاودوا نذكروا المواطنين مستعملي الطريق الكل. وكانت هاد السنة هاد المبادرة ديال كتوجه مباشرة للدراجات النارية والراجلين على اعتبار انهم عديمي الحماية، فاحنا تنحاولوا نحسهم اكثر بالمخاطر ديال الطريق، وتنتمناو هاد المبادرة تعطي شي نتيجة ايجابية، وتنتمنى الكل يتفاعل معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد اليوم هاد بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية اللي كيصادف اليوم 18 فبراير 2024، العملية اللي تنديروا عملية تحسيسية توعوية لجميع الفئات، منهم أصحاب الدراجات النارية، منهم أصحاب جميع أصناف ديال العربات. العملية تندرج في الأهداف المسترف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة بعملية التحسيس والتوعية بمخاطر الطريق وحول فئات ديال الراجلين بتوعية مخاطر الطريق. وهاد السنة هذه تنعرفوا بأن كاين واحد الارتفاع في عدد القتلى ديال الدراجات النارية اللي تتراوح العدد ديالهم واحد 1400 قتيل، وتحت شعار هذا العام السنة توخوا الحذر لجميع أصناف، لا من الرجلين لا من مستعملي الطريق، تنهضروا على مستعملي الطريق بصفة عامة اللي تتشاركوا معنا في هذا الفضاء الطرقي، لا من عربات لا من الرجلين، باحترام ممرات الرجلين وتوخي الحذر. ايوا السبب ديال الحوادث راه كاينين عده الاعمال اللي كيديروا الحوادث، الناس راه خصهم يلتزموا. حنا الحمد لله زعما اللهم لك الحمد، حنا 25 عام في سياره الاجره، وحنا ماشي كنعرفوا ولا كنديروا الاسباب ديال الاحتياطات، ولكن ربي كيسهل الحمد لله. احترام ديال القانون ضروري. الا كنتي كتحترم القانون والمسافه وممر الراجلين، راه حيت الناس في اكادير راه ما كيحترموش الراجلين صراحه، ما كيحترموش الناس الراجلين، حتى الراجل ملي كتعطيه الطريق كيبقى واقف، حيت راه ديجا هو ما عندوش ديك الثقافه ديال الطريق باش كيتعطيه الطريق، عنده هو انت راه عاطيه الطريق وهو واقف كيتسناك، ماشي بحال المدن الاخرين راه كيجي يقطع الراجلين صافي كيعرف بان راه غتوقف لامبوطياج، وهو هذا الشيء ديال سميتو الطريق ديال اكادير تيكيوين، في هذا الطريق ديال كارفور، يعني الطريق اللي خارجه لا يتملو لا من يتملو لا كادير. وبالنسبه للطرق اخرين راه كاينين شويه ديال سميتو، دابا راه تحسن هذا الوقت، ماشي بحال الماضي مثلا، راه كنا كندوزو راه 66 كشيفه باش كتوصل لتيكيوين، دابا شويه كاين الفروع ديال الطريق. ضروري دابا بالنسبه للوقوف، عده الوقوف التكرير راه كيطلبك الوقت ديال مثلا الفياج ديالك كتدي شحال خصك، تيجي حتى الاكتظاظ ديال الناس اللي كيكونوا في المحطات واقفين كيتسناو الطاكسيات، راه حتى داك السي كيساهم في
ما كثرت الوقوف هادي تيضطروا الناس ما بقاش الشوافر دابا تيشوف واحد الطريق فيها الامبودياج بزاف كيسمح فيها